برنامجنا ساخر مع أن الواقع أصبح شد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدور لي على عمل. أي شخص بيتفلسف ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له شش ولا نخص. مساء الخير والمحبة والابتسامة والبركة في هذه الليلة المباركة. مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم. لا 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 تعال قسم علي تعال. لا والله يا ابو حمد اسالك بالله، لا والله ارجع. لا لا يا رجال روح والله العظيم. مش كذا لا خليت لا قناة الا وطلعت به. من يوم ما أعرف نفسي وانت كل يوم بقناة أخاف إنه يوم تحانف لي القوال وتطلع لي بسبستون. يا رجال أركوز أصبر. هي والله إن الحلقة دي على راسك وعشان انت لا تت كذا قزيل تعب هنا ببدأ معك من آخر ظهور لك. الله يعلم من إيش من بدروم طلع. كثير من الجمهور عندنا في اليمن مرتبط الآن بقناة الميادين. اركز ما دام بلاش ما قد عملوش على الخرط لا جمارك ولا ضرائب. الشعب كله مرتبط بمدري مين. هيا نكبته وشنلني من النايزات بذمتك. نفسي اقول لك وش ولا نخص، بس الليله ليلتك. كمل يا علي كمل. بالجزيره وبعدها العربيه وبعدها الحدث و و و لكن تحولت هذه القنوات إلى منبر للشتائم والاتهامات. أما قنواتكم ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله تفتحها والأدب يتقاطر مقاطرة. ما تقدرش أنا عن نفسي ما قدرش أفتح قدام الجهال. من كثر الأدب يا رجال بيتعقدوا علينا الجهال بعدين. كله كذا أدب. حتى الريموت لما تشله كذا ووف يقول احترام. كل أدب ورقي. ما فيهاش إلا الدواعش، الخونة، العملاء، باعوا الأرض. ما عاد نحتاج نجيب شيء من قنواتكم. يا راجل يا رجال وصل أدبكم إلى بقية قنوات الناس. حتى لما يطلعوا أصحابكم بالقنوات الأدب يتقاطر مقاطرة. ها وليش؟ الناس هتقفل قنواتكم إلا حفاظا على الأخلاق العامة. أما ذا الحين ولا نخص. حرام لو تفتح ذا الموضوع. حرام لو تفتح ذا الموضوع والله بفتح لك الغيرعي. والناس كلها تعرف من الغيرعي. بنقرح الصيام. وش ولا نخص يا أبو الأخلاق. أعرف معظم الكادر الفني والمذيعين والمذيعات في هذه القنوات وهما كان لهم علاقات جيدة معايا. أبا اللي يسمعك يقول أنكم كنتوا تخزنوا سوا ومعاكم جروب واحد بالواتس. طيب يا عم الانتيم يا علوش صدق حالك تقول أنك تعرف الكادر الفني. يشوف شاهين أهداء أحمد منصور عمل معك مقابلة قبل 9 سنين. ديك الأيام أنا جاهل وضحك معك كلمتين وصدقت نفسك أنكم أصحاب. يلا الكذب بلاش. وهما كان لهم علاقات جيدة معايا. كيف اكتلبوا؟ الله أعلم. إيش؟ كيف اكتلبوا؟ الله أعلم. السرعة كيف يقتلبوا الناس؟ عاد في حاجة تقتلب غيرك؟ بكلتهم بالوقت. كيفك يا خديجة؟ طلتك تقنن يا ميسون؟ شدفتهم شليت حسوسهم وهم يسوقوا واقتلبوا يا يوسف شاهين. بس بيني وبينك عشان كده استلموك من قناة الثانية. إبعاد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. خيرات اليمن على يد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أشوفه مضحك لما يقول الرئيس المخلوع انخلعوا. بالله ترتاح؟ ايش تقول لنا طيب؟ التك يا مخلوع لفي يا مخلوع التك يا مخلوع يا اختي يا مخلوع. بس خلاص احنا بناخذ سنة كل لعب. يلا
رح ذاك. السؤال والإجابة، لماذا هذا العدوان السافر؟ يا أخي يا أخي، كله منك والله، إنه كله منك، أنت اللي تدلعهم. شوف كيف تغششهم وتجيب السؤال والإجابة كمان، خلي الجمهور يعتمدوا على نفوسهم. الله يخرب بيتك بس. ها؟ إيش؟ خربوه. أيوة صحيح، أعتد وكنت زعلان لو ما دمرت مساكني. إيش ده؟ إيش ده يا أخي؟ أنت كلك فكاء ومرح. لا لا، لازم تجيب أدالي الصدق الصدق، لازم تجيب. طيب يا أخي، الله يخرب كل شيء، عدم الخاربك تشفيبك. المهم يا تجيب السؤال يا تجيب الإجابة، الاثنين ما ينفعش، ما يقعش والله ما يقعش، وترجع تشكي وتبكي بعدين. علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح، علي كان يرقد وعلي عبد الله صالح قدامه، ويبكر الصبح وعلي عبد الله قدامه. شفت كيف؟ قلت قلنا لك. هو بس الناس جاحدين. أبا جاحدين مرة واحد؟ بترسلك على بر، مرة جاحدين ومرة أنت الشعب ومرة الشعب أنت، وعلي في كل قلب يمني. علي في قلب كل مواطن. والله أنت حالتك بقت صعبة. فينك فينك يمكن نتفهم مع بعض كذا فيس تو فيس. أجيلك أجيلك. لا 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 تتعب نفسك. لا عيني بجيلك، أنا أخاف منك ولا تجري بعدي لا أمل ولا اسم الثانية. مريم. ولا مريم. فينك أنت؟ متواجد في كل قرية أنا، ومتواجد في كل محافظة، أنا موجود في كل مكان. والله ما في بكل قرية باليمن إلا النامس والموت وحمى الضنك. الله لا لحق الخير. طابطوا بيت الحراب. ما خليت أحد من المطابطة، ربنا يخارجنا منك بس. وكيف قلت لي؟ ها؟ كيف قلت لي قتالك أنت والحوثيين على إيش كان؟ كان خلاف إداري. يا راجل يا مفتري، وتحرق 60,000 جندي وما ادري ايش كم من الف من الحوثيين على خلاف اداري. اسمعوا اسمعوا يا حوثيين، تعتصدوا لكم 6 سنوات وبالنهاية قالوا انكم خلاف اداري، وست حروب وصفقات واسلحة وخلاف اداري. بتروحوا محكمة ولا عند عاقل حارة؟ بتقوا عندي. المهم على اساس الحوثيين صدقوا، ها الحوثيين صدقوا، لا وسديتهم خلاص. طيب خلق الله اللي ماتوا، يعني تختلفوا وتقتلوا أهلاف اليمنيين، ولما تتفقوا وتتحالفوا وتسدوا برضو تقتلوا أهلاف اليمنيين. من الثقيل من عند الله. الله ولك الله يبعث لك حمى إله يا أبو شهاب. أنا مستعجل. أيوة مستعجل مستعجل، معي شغل ومعي قناة ومعي أمي تدولي أمي تدولي. أوكي فاضي لك، أنا كل ساعة أخرج لي بقناة، كل ساعة أخرج لي بخبارتين، كل ساعة أخرج لي بمعنى. طب احنا يا رجال منك وش ولا نخص. انتهت حلقتنا، نشوفكم الحلقة القادمة.